عندما ذكر باب السؤال بالله ذكر هنا السؤال بوجه الله. أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم وإياكم منكم منهم يثبتون لله وجه حقيقي لخدمته وعظمته لا يماثل ما للخلق، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى. طيب مع التنزيل، لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، يعني الجنة أو ما يؤدي إلى الجنة. تقول اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، أما تسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه أثاثا جميلا تؤثر بالمنزل؟ لا، لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الجنة أو ما يؤدي إليها. نعم.